تعالوا نكمل بقى ايه بقيه الجزء بتاعنا بتاع النهارده. بما اننا يعني احنا في النص كده شفنا موضوع اللوجز دوما واتزنقنا فيه، فاحنا ممكن نخلص موضوع اللوجنج ده كمان كله بالمره النهارده. ماشي؟ ها، حد عنده مشكله؟ طيب، في حاجه بس ممكن حد فيكو كان يسأل سؤال، هو انا ممكن اخلي الدي ان اس يبعت اللوجز بشكل مباشر على فار لوج مسجز؟ فاكرين المكان ده؟ var log messages، فاكرين؟ ها، ايوه، ده المكان ده ملف اللوج الرئيسي بتاعك بتاع السيستم، او الكوماند لوج بتاع السيستم. هو انا ينفع اخلي الدي ان اس ان هو يلوج كل حاجه بتحصل للملف ده؟ ايوه ممكن. ازاي؟ في عندك يوتيليتي اسمها ار ان دي سي، وار ان دي سي دي هي بتتحكم في حاجه اسمها نيم سيرفر كنترول. خلاص، ايه نيم سيرفر كنترول دي؟ ده عباره عن يوتيليتي بتسمح لك ان انت تتحكم في النيم سيرفر او في الدي ان اس بمعنى ادق. خلاص، ممكن اقول له كده اعمل لي يا عم، خلي لي اللوجز بتاعتك، اعمل لي انيبل للكويري لوج. خلاص، فانا ممكن اقول له كده ار ان دي سي كويري لوج اهو. خلاص كده، عارف، مجرد ما عملت كده كل اللوجز اللي هتحصل هيتعمل لها لوج عندك في فار لوج مسجز. يعني تعالى هنا كده وتعالى نفتح هنا كده تيل اف فار لوج مسجز. بصوا لي هنا كده بيقول لي ايه؟ كويري لوجينج از ناو اون. شايف؟ ها، خلاص كده. طيب تعالى كده نعمل اي لوج هنا من المكنه ديه. شايف ايه اللي بيحصل؟ مين دول يا عم؟ مين عمك بتاع كوره دول؟ استنى كده، ما اوقف ده كده، تعال نطلع فوق كده بسرعه. امسك، فين 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 اهو، مين دول؟ شايف؟ بيقول لك الكلاينت اللي الاي بي بتاعه 55.3، اللي هي المكنه الويندوز الفيرشوال ماشين اللي انا شغال عليها ديت، بتكونكت من البورد اللي رقمه كذا، بتطلب الموقع اللي اسمه forum.quora.com، بيكويري مش عارف ايه، وانا عملت ريزولف للاسماء دي، وكل اسم فيهم الاي بي بتاعه كذا بالمنظر الفلاني. شايف؟ ها، ايه رايك؟ فدي كانت طريقه ثانيه برضو. هو قبل ما نعمل حاجه زي كده ما كانش بيتسجل اصلا مع السيس لوج، او ما كانش بيتخزن في ملفات اللوج بتاع السيستم. تمام؟ طيب لو عايز تديسيبل حاجه زي كده، خلي بالك العمليه دي عمليه مجهده جدا. ليه؟ تخيل لو انت عندك 10,000 مستخدم، 10,000 مستخدم بيلوج، او انت بتلوج كل ال 10,000 مستخدم دول، فكل اللوجز دي هتترمى في الملف. معنى كده ان هو هيكون ديسك انتنسيف اوبريشن. خلاص، ما هو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي، ده اللي احنا هنعمله. لو عايز تعمل لها ديسيبل مره ثانيه، نفس الامر، ار ام دي سي كويري لوج لوحده كده هيعمل ايه؟ ها، هيعمل ديسيبل لمين؟ للكوري لوجز دي. خلاص كده؟ ها، وضحت؟ ها، يبقى لو انت عايز تعمل له انيبل ان هو يروح للسيس لوج، ده كانت طريقه ثانيه. ماشي كده؟ تعالى بقى ناخد الايه؟ الحته اللي احنا قاعدين نقول عليها خليها لما نيجي للوجز، خليها لما نيجي للوجز. يلا نخبطها دلوقتي والايه؟ ونبص عليها. ازاي بقى يا سيدي؟ هفتح اي تي سي نيم دي دوت كونف اهو. فاكر الحته اللي قلت لك عليها بتاعت اللوجنج دي؟ خلاص؟ بص لي كده، الدي ان اس او البايند ده الناس اللي عاملينه يعني ناس بيفهموا جدا. ازاي؟ قال لك بص، هو اللوجز بتاعت الدي ان اس دي
هل كلها زي بعض ولا فيها حاجات مختلفة؟ ها يعني دي ناس كسيرفيس، هل لما يجي يلوج هيلوج كل حاجة مع بعض؟ هو أصلا قبل ما يلوج مع بعض، هو المفروض أصلا لما تحط اللوجز دي المفروض تخليها كلها في ملف واحد ولا المفروض تفصلها؟ المفروض تتفصل صح، لان في عندك لوجز ديباجنج لوجز خاصه بالسيرفيس نفسها، يعني في لوجز خاصه بالسيرفيس نفسها، الابلكيشن نفسه هو شغال، البروسيس نفسها، اللوجز دي عاده اللي بيكون بيحب يوصلها الديفلوبرز. في عندك لوجز ثانيه خاصه بالسكيورتي، لو عندك مثلا لو انت مشغل الدي ان اس سيك، والدي ان اس سيك بيتشيك الكي بتاع كل ريكورد في الدي ان اس قبل ما يعمل له ريزولف، وممكن تكون خاصه بالكويريز العاديه بتاعه الاند يوزرز. خلاص كده، ممكن تكون خاصه بالنتورك نفسها، ممكن تكون خاصه بالايرورز اللي بتحصل، يعني دي ناس هو شغال في ايرور ما حصل فيه، فقال لك بس انا هفصل لك الدنيا دي عن بعض، تعالى كده يا عم رتب لك الدنيا واخليك تفصلها واسمح لك ان انت تعزلهم في ملفات مختلفه. خلاص تمام كده، يعني الكويريز اللي تعمل لها ريزولف في ملف، الكويريز اللي ليها ايرورز في ملف، جيت اعمل كويري على سيرفر ومش عارف اوصل للناتج بتاعه فده كويري ايرور. خلاص النتورك نفسها، السكيورتي نفسها، هفصلك الكلام ده كله عن بعضه. فعلى كده ناخد مثال نحط الكويري لوجز الواحده كده على جنب، خلاص كده، ون ايه ونتعامل معاه. ها حد عنده مشكلة؟ طيب كلام جميل. لما جه قسمها بقى من جوه قال لك انا هعمل حاجة اسمها تشانلز، انا هعمل حاجة اسمها تشانلز او كاتيجوريز. خلاص شيل كلمة، يعني اعتبر كلمة تشانل دي كأنها كاتيجوري. خلاص طيب عايز تعمل تشانل خاصة بيك، مفيش اي مشكلة خالص، اعمل تشانل خاصة بيك، اعمل تشانل سميها زعبولة وحط فيها اللي انت عايزه. اهو تعال كده نعمل تشانل، تشانل، وهحط التشانل بتاعتي دي، ما تنساش دايما لما تيجي تحط التشانل بتاعتك ما تنساش الحاجتين دول كده اهو، وما تنساش اسم التشانل كمان عشان الناس كلها بتنسى الاسم بتاع التشانل. خلاص كده، وليكن مثلا هسميها كويريز تشانل، ده اسم التشانل يا سيدي. اي اسم على فكره ممكن تحطه، مصطفى، زعبله، احمد، محمد، اي حاجه. خلاص كده، قول له انت هتحط الكويريز دي في انهي فايل بالظبط، ما تنساش برضو السيمي كولون في الاخر. خلاص، وهقول له هحطها في الفولدر اللي اسمه داتا، وهسميها كده كويريز دوت لوج. خلاص، ممكن اقول له كمان وانت بتطبع الحاجات دي وانت بتخزن اللوجز دي اعمل لي برنت للكاتيجوري نفسها، اسم الكاتيجوري نيم او اسم الشانل نيم. خلاص، وممكن اقول له كمان في عندي حاجه اسمها برنت مثلا، على ما افتكر برنت ديتس ولا كانت ايه، مش فاكر والله، لا مش برنت ديتس، كانت برنت تايمز برضو، برنت تايم، خلاص اتلونت اهي، برنت تايم. ممكن اقول له ايوه اطبع لي الوقت، معنى كده ان هو قبل ما يلوج كل كويري في الملف ده هيحط لك، هيلزق لك الوقت الكويري دي كانت بتتم امتى، وطبعا اعتقد ان دي حاجه يعني المفروض تكون انت محتاجها عشان لما يجي يوزر تيجي تقول له خلي بالك انت كنت بتحاول تبراوز موقع سكس ولا حاجه، ولا بتتراوز موقع محظور، ولا بتعمل مصيبه على الشبكه. مش بضحك، فعلا ده اللي بيحصل، انتوا بتضحكوا ليه؟ والله العظيم في كل، يعني مش بكلمك في الانتربرايز نتورك كلها، ده اللي بيحصل، الناس كلها قاعدين يراقبوا الشبكه وبيراقبوا كل حاجه بتحصل فيها. فعندك يوزر مثلا اهبل في دماغه وجاي ساب الدنيا كلها وجاي في الشغل يتفرج، ولا جاي يحمل حاجه زي كده، او واحد راح يحمل تورنت من الشغل، فانت ممكن تجيب له من اللوجز تقول له انت في يوم كذا الساعه كذا من الجهاز بتاعك اللي اسمه الاي بي بتاعه كذا اللي اسمه كذا انت حاولت تعمل كويري اسمها كذا كذا كذا. ده اللي بيحصل، مش ده اللي بيحصل في الشغل، وانا بجيب سيناريو غير واقعي يعني، والله فعلا ده اللي بيحصل. ماشي،
مفيش فيها حاجه تضحك يعني، ده شغل يعني خلاص. ممكن اقول له كمان حط لي اسم الكاتيجوري اللي انا عاملها، برنت كاتيجوري ولا كاتيجوري مش كاتيجوريز. ممكن اقول له ايوه اطبعها هي كمان. ايه كمان يا سيدي، ممكن اقول له كمان حط لي كده برنت، او خلاص خلاص يعني اعتقد كده، اعتقد ان كده كافي. ممكن اقول له كده السيفيريتي بتاعتك بقى، السيفيريتي دي ممكن تكون يا اما لوج، او ممكن تكون وورنينج، او ممكن تكون كريتيكال خلاص. ولما نيجي اللوج سيرفر هتشوف السيفيريتيز دي هي ايه، اللي هي درجه الاهميه بتاعت اللوج ده بكل بساطه خلاص كده. ممكن تريح دماغك خالص وقولها سيبها له دايناميك كده، وهو هيشوف السيفيريتي بتاعتك ايه ويعمل لها ايه ويحطها في السيفيريتي بتاعتها خلاص كده. طيب فاضل ايه؟ فاضل لي خطوه واحده بس، اقول له اللوجز دي ها. ممكن اجي هنا كده اقول له واقول له الكاتيجوري انا عايز انيبل الكاتيجوري اللي اسمها ايه يا سيدي. تعال كده نرتب الملف ده شويه لان شكله معكك شويه. الكاتيجوري بتاعت الكويريز انهي تشانل هتجيب منها؟ ها هتجيب من انهي تشانل؟ اللي انا لسه مكريتها من شويه، اللي انا لسه مكريتها دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها كويريز تشانل. كويريز اهي السبيلنج كده صح؟ اعتقد السبيلنج كده صح. خلاص كده؟ خلاص انا كده خلصت، شكرا. ماشي كده؟ تعالى بقى ايه؟ اقول له سيستم كنترول ريستارت نيم دي تشينج روت. لو جيت اقول له كده سي دي فار نيم دي تشينج روت فار نيم دي، بص كده ايه اللي حصل؟ مين الملف ده يا عم؟ مين الملف ده؟ كويريز دوت لوج ده جبني ايه؟ ده لسه عامله، ده لسه قايل له عليه، انا لسه قايل له بحط لي في ملف اسمه كويريز دوت لوج. طب تعالى كده نقول ايه؟ نبص عليه تيل اف كويريز دوت لوج ده. تعالى كده نشوف الكويريز ممكن يحطها عندي ولا لا. تعالى يا عم عبد الصمد انت كده. بص كده، ها شفت ايه اللي حصل المره دي؟ ها حط لي الكويريز فقط. طب لو عايز تحط السكيورتي، ها والله بقى اضيف بقى السيفيريتي بتاع السكيورتي بتاعتك، او حط الكاتيجوري بتاع السكيورتي بتاعتك وضيفها. طب الكويري ايرورز، حط الكويري ايرورز في ملف لوحدها. يعني لو وريتك كده، طب مش مسموح لي اوريك اللي انا عامله خلاص، بس انا فعلا اقسم بالله حرفيا الكويريز بحطها في ملف، والكويري ايرور في ملف تاني خالص. اللهم صل على النبي. السكيورتي في ملف ثالث خالص، النتورك ايرورز في ملف رابع خالص، في عندك كاتيجوري ثانيه اسمها نوتيفاي كمان. نوتيفاي دي عشان لو انت عندك ماستر سيرفر وسليف سيرفر، يحط لك اللوجز اللي ما بين الكوميونيكيشن ما بين التو سيرفرز خلاص كده. ها وضحت؟ فلو انت عايز تلوج كل حاجه حصلت حرفيا على الويب سيرفر، اسف على الدي ان اس سيرفر بتاعك، امسك عندك اهو بيقول لك يوم كذا الساعه كذا الكويريز من الكلاينت للاي بي بتاعه كذا بيكونكت من البورت كذا، الراجل ده حاول يعمل ريزولف للاسم دول شايف، والكويري كذا وده ادرس ومين السيرفر اللي عمل لها كويري. بص كده من الدي ان اس اربعه اهو. طب هو مبين اربعه ليه هنا؟ ها ليه مبين أربعة؟ فاكر لما قلت لك دي ريكيرسيف كويريز؟ يعني هو بنفسه اللي بيروح يدور؟ فاكر؟ طيب ما علينا. كان في حاجة بس صغيرة كمان. والله ما أنا فاكر كنت عايز أقول لك على إيه.
اللهم صل على النبي في موضوع الكويريز دون. كان في حاجة ناقصة يا سيدي، كان في حاجة في دماغي لسه حالا اهو من ثانية واحدة نسيت. صح. بص انا في عندي خازوق هنا، عندي خازوق. هو الملف ده هيخزن داتا قد ايه؟ الملف ابن الكلب ده هيخزن داتا قد ايه؟ كم ميجا؟ كم جيجا؟ تخيل لو انا عندي 10,000 مستخدم وكلهم بيستخدموني كدي اي ناس، ال 10,000 مستخدم دول هيبقى الحل معاهم ايه؟ ها؟ عارف الملف ده حجمه ممكن يوصل كام جيجا؟ ده مش كام جيجا، ده كام جيجا في اليوم الواحد؟ انت ونصيبك بقى، شوف بتعمل عليك كام كويري؟ شوف اليوزر دول استهلاكهم قد ايه؟ وربنا يديك الصحة بقى. فالموضوع هيكون صعب جدا عليك ان انت تمانج حاجة زي كده. خلاص؟ فيبقى اسهل لك تعمل ايه؟ ممكن كده تيجي تتحكم في الملف ده، فين نيم دي دوت كونف هنا كده، واقول له في الملف بتاعنا يا عم للتشانل اللي انا عملتها دي، انا عملت التشانل دي وقلت له حط لي في الملف ده، ممكن اجي هنا كده واقول له ها هتسيب كام نسخه من الملف، ها ممكن اقول له كده فيرجنز وليكن سيب لي 5 نسخ وكل نسخه منهم ها 5 ميجا او 10 ميجا مثلا او 20 ميجا او 100 ميجا، يبقى كده هيسيب لي 5 نسخ مساحه كل نسخه من الملف دون 100 ميجا. طبعا ده 100 ميجا ده كبير جدا، يعني انت ممكن تقول له مثلا 20 ميجا، يعني اجمالي اللوجز اللي انت هتسيبها للكويريز 20 ميجا. 20 ميجا تكس ده رقم كبير جدا بالمناسبه يعني. خلاص خلصت انا كده، شكرا. هروح اعمل ايه؟ هريستارت السيرفيس. ها بمجرد ما يعمل ايه؟ ما يوصل لل 20 ميجا اللي انا عملتهم دول، هيخلي لك الملف ده 3.1 ويعمل لك ملف جديد يكتب فيه. الملف الجديد مساحته وصلت 20 ميجا، هيخلي لك 2، بعد كده يكتب في ملف جديد، وهكذا لحد ما يسيبها. يعمل ايه؟ يسيب ايه؟ يسيب 5 نسخ بس، اقصى حاجه ممكن يسيبها. ليه؟ عشان تمانج اللوجز دي، لان انت هيفضل يكتب لوجز لحد لا ما شاء الله يعني، ما انت في عندك اكيد في مساحه معينه في الديسك بتاعك. ها حد عنده اي مشكله لحد كده؟ طيب اعتقد ان احنا كده النهارده لحد دلوقتي زي الفل. هنكتفي بهذا القدر النهارده، وان شاء الله بكره ايه نخش على الماستر سيرفر على طول. احنا كده جاهزين نخش على الماستر سيرفر. ماشي ماشي. تعالوا نوقف التسجيل بقى.